هذا هو مجتمعنا التافه، مجتمع ينشر السخيف، مجتمع ينشر التافه، حسابات بالملايين ينشرون المقاطع السخيفة بين الناس. استهزأ بالناس وأرقص وتكلم بكلام لا يليق برجل وسوي نفسك أنك أنت المضحك، صدقني ستنتشر. توقفوا عن جعل الحمقى مشاهير، وهذه القاعدة في مجتمعنا ووطننا العربي لم تعترف بهذه القاعدة، فأصبح الأشخاص التافهين المهرجين الغير أخلاقيين المتردية والنطيحة قدوة لأبناء مجتمعنا، ولها كثير من المتابعين والمؤيدين لهم. هيل تربى على هذه التفاهات، فأسألكم بالله كيف سيكون الجيل القادم؟ فتوقفوا عن جعل الحمقى مشاهير. أسأل الله العلي العظيم من نشر هذا المقطع، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته